حلقة جديدة من صدى الأسبوع، وفي أبرز عناوينها: تدهور صحة الفنانة أمل كعدل والسعيدة تزورها، مناشدات لتحويل مستشفى زنجبار الريفي إلى مستشفى عام، شكاوى من توقف استكمال صيانة طريق هيجة العبد بتعز، مطالبات بتسهيل الإجراءات وتخفيف القيود المفروضة على زراعة تهامة. الخريف موسم جني التمر في حضرموت. شاب من ذمر يقلد أصوات السياسيين ومعلقي الرياضة. بليه لحج نجم من الزمل الجميل يعاني المرض والخذلان. صدى الأسبوع يأتيكم الجمعة 8:30 مساء بتوقيت صنعاء، ويعاد السبت 2:30 ظهرا و8 مساء.